كانت مصر وسط ضباب الشتاء حين حطت طائرة قادمة من روما أرض مطار القاهرة الدولي. من بين ركابها أحدهم كان يحمل الجنسية الإيطالية وحقيبة عادية واسما لن يصبح في قادم الأيام عادية. كان على الباحث التابع لجامعة كامبريدج البريطانية أن يستقل سيارة إلى الناحية الأخرى من المدينة، هي ذات العاصمة التي يتقن أبعادها وشوارعها الرئيسة والخلفية. لكن لم يدر بخياله أن المرة القادمة التي سيسلك فيها ذات الطريق بالاتجاه المعاكس سيكون ممدداً داخل صندوق. في العقار رقم 8 بشارع ينبع المتفرع من شارع الأنصار وبالحجرة التي يستأجرها في الشقة الفندقية، كان على ريجيني أن ينفض سريعاً عن كاهله بهجة أعياد الميلاد التي قدم بها من روما، أن يرتب حاجياته وأفكاره، أن يصنع لنفسه قهوة أمريكية، أن يتذكر أسفاره العديدة إلى تايلاند وبريطانيا وتركيا وإسرائيل، أن ينسق من جديد لقاءاته مع باعة القاهرة الجائلين من أجل استئناف ما قيل إنه أبحث رسالة دكتوراه تابعة لجامعة كامبريدج البريطانية. شكك كثيرون أنه فقط مجرد بحث. Cambridge, bisogna anche ricordarsi che è collegata a una scuola che è stata fondata negli anni 30, 40, 50 da un tedesco, un ebreo tedesco, che si chiama Kurt Hahn. Questo ebreo tedesco ha creato negli anni 30, a partire dagli anni 30, in Germania, nella Germania nazista, un tipo di scuola particolare che insegnava ai giovani, ai ragazzi dai 12 anni in su, insegnava di essere molto disciplinati, molto combattivi, li sottoponeva a delle prove molto dure, un po' sul tipo della gioventù nazista in Germania. Ecco, questa scuola è stata poi trasferita durante la guerra in Inghilterra, in Scozia. Allora questa Università di Cambridge ha un collegamento con le scuole che questo signore tedesco Kurt Hahn ha fondato negli anni 30 e poi ha diffuso in tutto il mondo. Le scuole di questo signore Kurt Hahn si chiamano Scuole del Mondo Unito e nel frattempo in questi ultimi anni si sono diffuse in tutto il mondo, ce ne sono decine e decine e sono tutte uguali, sono tutte indirizzate a formare agenti dei servizi segreti. Anche Giulio Regeni è andato in queste scuole. من أجل رسالته التي يعدها لنيل درجة الدكتوراه كهدف معلن، لم يكن الشاب الإيطالي ريجيني كسولاً أو بطيئاً أو منزوياً أو متهيباً صخب القاهرة واتساعها. محطة المترو في الجوار سهلت له كل مكان. أنا قابلت جوليو عن طريق المركز المصري لحقوق الإنسان بتاع خالد علي في وسط البلد. كان كلمتني الدكتورة هدى كامل مديرة مكتب خالد علي إن في باحث عندها بيعمل بحث عن النقابات العمالية وعن البيع الجالي. كانت الفترة بتاعتها دي كانت الفترة إيه، شيل وسط البلد. كان في أواخر سنة 2015 وكان تقريبا بالظبط في شهر 12، يعني في شهر 12 2015 فوجئت ان هو اجنبي. طب ازاي يا دكتوره انت جايباني الواحد اجنبي والدنيا مش مظبوطه، في مظاهرات فئويه وفي الدنيا
لسه مش مظبوطة. قالت لي لا 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 مفيش حاجة، ده هو بيعمل بحث عن الباعة الجائلين وعن النقابات العمالية، ودي معلومات وأنا هقعد معاكم وهتقعد معانا كمان على أساس لو في حاجة ما أنا معرفتش أوصلها له باللغة العربية هو أترجمها له هو بالإنجليزي. وكان بيتكلم العربية عربية يعني كويس، مش مقصر يعني. بس فقعدنا اتكلمنا، كان ساعتها وشيل وسط البلد، وكان هو لافف بقى عند بيعين كتيرة ونزل عند بيعين كتيرة. بعد ما مشيت بعديها بيومين رنت عليها الدكتورة برضه، دكتورة هدى كامل. يا محمد قلت لها يا دكتورة، قالت لي الراجل عايز يكمل البحث. قلت لها كمل ايه، ما احنا قعدنا مع بعض وخلاص. قالت لي لا ده عايز يكمل البحث شوية. فانا بالنسبه لي المره الاولانيه كان كلام ما فيهوش حاجه، فروحت المره الثانيه قعدنا نتكلم انا وهو برضو. اللي لقيت بقى ان هو اللي فوجئني بقى ان انا ايه، ان هو الفيديو يعني الموبايل معاه مصور مثلا صور بالظباط مرافق وهي بتجري ورا البياع. لغته العربيه التي كان يتقنها بلكنه اوروبيه يسرت له التواصل مع أفراد شعب لم يكن يوما بطبيعة ثقافته مرتابا من الأجانب. وشخص جوليو كان هو غريب شوية، يعني الأجانب بيجوا يسألوا احنا عايزين نروح فين في مصر، ايه أحلى معالم مكان في مصر نقدر نروحه، يتكلم معاك مثلا يقولك لو أفضل لو عايز حد يجي يعلمني لغة عربية أو أي حاجة، يسأل عن أماكن هو رايحها قبل ما ينزل، يسأل عن سوبر ماركت أسعاره كويسة، حاجات حلوة في مصر. لا ده غير أي حد جه سكن، ما ملوش أي، ما يسألكش أنا رايح فين. بدأ أن ريجيني كان يدرك بعناية ما الذي يبحث عنه وسط زحام الملايين، وذلك عقب 4 سنوات من ثورة يناير الجامحة وثورة يونيو التي قلبت موازين الإقليم بأسره. هادي جدا، ملوش اصدقاء، ملوش اي حد، ما كانش بيجيب حد من صحابه الشقه معاه كده، بينزل الساعه 8 الصبح يرجع 10 11 بالليل، ملوش مواعيد محدده. هو كان من النوعيات الهاديه خالص نهائيا، ملوش اي طلبات، ملوش اي حاجه. فيما بعد اكتشفنا هو ليه اصدقاء بره بس عمره ما جابهم البيت. كان دايما باستمرار طبيعي واوقاته كلها بره. واظب الباحث الإيطالي على التجوال وسط المدينة والجلوس على مقاهيها ومجالسة باعتها الجائلين، يسألهم عن أحوالهم وأحوال المصريين، عن تفاصيل أدوارهم كباعة جائلين في السنوات الثائرة، وعن ما ينتظر منهم في قادم الأيام، على نحو لابد وأن يدفع أحدهم للالتفات. خدته من محطة مصر، نزلنا أحمد حلمي. نزلنا أحمد حلمي، أنا كنت بقى إيه معرف إن إيه مجمع 5 6 بياعين 7 مثلا في الحدود ده، إن يقعدوا إيه ده باحث، راجل باحث وجاي إيه اللي هيسألكوا عليه جاوب عليه. قعدنا في أحمد حلمي أول مرة، البياعين قعدت هو إيه البياعين فرحانة، الراجل أجنبي بيتكلم عربي وسطيهم، قعدوا يهزروا، قعد هو يتكلم. طب انتوا، بدا هو بقى يشكوكي وشكوك البياعين نفسها من اول مره يقابل معايا البياعين. سالنا في ايه دوركم انتوا في ذكرى يناير في 2011، كان ايه دوركم انتوا كباعه جائلين مع الثوار او مع الدوله او وايه دوركم في الذكرى اللي جايه في شهر 1 للثوره، فقال ايه دوركم انتوا، هيبقى ايه دوركم، بنتعامل احنا مع نائب المحافظ بطريق مباشر على اساس ان هو الاسواق كلها اللي احنا بنعملها في القاهره عن طريق النائب المحافظ. ورحت له يا سياده النائب والله حصل كذا كذا كذا. فالراجل مشكورا قال لي طيب روح، طب اعمل ايه؟ روح او اعمل لك ايه يعني بالمعنى الاصح؟ روح لرئيس المباحث المرافق، ما انت برضه بتعامله معاه. فانا رحت لرئيس المباحث المرافق. رئيس المباحث المرافق الراجل كانت الفترة دي أكتر فترات إن هو تعبان معنا، في إن إحنا عملنا أسواق كتير، فكانت العلاقة كويسة يعني، مش هقول لك إني ما أعرفوش مثلا ولا حاجة، لا كنت أعرفه وأعرفه معرفة كويسة يعني. فرحت له قلت له يا باشا 1 2 3، قال لي والله يا محمد أنا مش عارف أقول لك إيه. سكت شوية وبعد كده قال لي طب أقول لك إيه، راح متصل بالتليفون قال لي طب أنا إيه،
هنكلم حد في الامن الوطني ونحكي له قصه. ولانه موفد من قبل جامعه كامبريدج البريطانيه الى القاهره، استقر ريجيني وبملابس كلاسيكيه على ان يتابع تفاصيل رسالته البحثيه مع واحده من اساتذه الجامعه الامريكيه بالقاهره، وذلك بتوجيه من استاذته بكامبريدج مها عبد الرحمن، التي تحوم حولها علامات استفهام لا تنتهي. Beh, ce ne vuole, insomma, se si manda un ragazzo a fare una ricerca sui venditori ambulanti autonomi in Egitto e si pensa che non sia pericoloso o non si avvertono le autorità egiziane di questo incarico che ha avuto il ragazzo, insomma, francamente è difficile credere a una versione di questo genere. Ma Abdelhaman, per quello che so io, è, diciamo, era sintonizzata in maniera molto anche raffinata sul fenomeno dei fratelli musulmani e sarebbe interessante anche scoprire quale fosse il radicamento di Maha nella fratellanza, se soltanto a livello conoscitivo o se anche a livello operativo. Purtroppo non abbiamo queste informazioni perché non si è indagato sufficientemente nei confronti dell'Università di Cambridge, della tutor e in generale di quelli che io definisco i mandanti di questa tragedia, però certamente delle indagini più approfondite avrebbero consentito di comprendere meglio quale sia stato il ruolo dell'Università di Cambridge. Sono sicuramente un ragazzo che ha questo retroterra, questa storia alle spalle, non va in Egitto, è in tanti altri paesi dove è stato anche, per vacanze o soltanto per motivi di studio. Lui va da Cambridge, da una tutor, la signora Rahman, che era la sua istruttrice, la sua tutor, e che ha un rapporto molto stretto con i fratelli musulmani. Arriva in Egitto all'American University, la sua base è la American University. Io nella vicenda di Giulio Reggiani mi sono sempre interrogato sul perché abbiano mandato questo ragazzo a fare una ricerca apparentemente su questioni di sindacati, del commercio ambulante, di realtà che sembrano giuste, ma mi sono sempre chiesto perché è stato mandato questo ragazzo, da chi. E però la fratellanza musulmana ha delle contiguità che dovrebbero far capire che, insomma, non si fa una missione con dei professori che sono vicini alla fratellanza musulmana. اللافت أن ريجيني وقبل انخراطه في أروقة كامبريدج كان قد حصل على بكالوريوس اللغة العربية والعلوم السياسية من جامعة ليدز البريطانية في عام 2012، ليعمل بعدها في شركة أكسفورد أناليتيكا بما يحيط بها من تساؤلات وعلامات تعجب. La logica cosa ci dice? Che un giovane italiano che ha fatto tutta la sua formazione in scuole legate ai servizi segreti americani occidentali, sia in Italia che in California, negli Stati Uniti, che poi si reca a Londra, che a Londra lavora, e questo è molto interessante, per una società di spionaggio industriale multinazionale, una delle più grandi del mondo, che si chiama Oxford Analytica. بعيدا عن الجامعات الغربية ومراكز الأبحاث، كانت مواقف سيارات الأجرة وتجمعات البسطاء والكادحين في رمسيس والقللي وأحمد حلمي في قلب العاصمة المصرية بقاعا هي الأهم لتقصي الشاب القادم من روما عن المعلومات التي يدونها بدقة في القاهرة من أجل من يتابعون بحثه في لندن. الأمن المصري منذ البدء كان على علم، وفي أي مرة لم يحظر دخوله أو خروجه من البلاد.
كان ممكن نمنعه من دخول مصر لو هو شخص غير مرغوب فيه، لا سيما وان من سلطات النيابه العامه المنع من السفر او ترقب الوصول. يبقى كان من الاسهل وضع اسمه في قوائم ترقب الوصول، او الاجهزه الامنيه في مصر كانت تستطيع وضعه على قوائم ترقب الوصول حتى ما يدخلش لو هو شخص غير مرغوب فيه، وذلك نتيجة لتصرفاته الغير مرغوب فيها لو ده هذا كلام صحيح. لكن دخوله إلى مصر كان يعني أنه راجل باحث إيطالي بيؤدي عمله ليه تحفظات أمنية ممكن، لكن ما تؤديش هذه التحفظات إلى إلقاء القبض عليه. مع قرب حلول الذكرى 5 لثورة 25 من يناير كانون الثاني، كان نشاط ريجيني بين الباعة الجائلين في طرقات القاهرة وباحاتها الخلفية يتوهج شيئا فشيئا، وأسئلته البحثية لهم تتنوع أكثر فأكثر. ماذا عن رأيهم في النظام الحاكم؟ ماذا عن رغباتهم في أن يكون صوتهم مسموعا على نحو أعلى؟ ماذا عما قد يؤدونه على الأرض في الذكرى القادمة للثورة؟ الأمن الوطني قال لي إيه القصة، حكيت القصة، قال لي طب إيه شكوكك، برضو اتكلمت في شكوكي من بداية من الانقلاب والقصة دي وشكوكي دي، طب ممكن تسجله؟ قلت له أسجله، وأنا كنت بستدرجه إنه هو يطلع الكلام اللي هو كان بيقوله. لما 25 يناير اللي جاية قال لي أنا ما أقدرش أجيب لك فلوس وطلع الناس، بس أنا ممكن أجيب لك اللي يجيب اللي طلع فلوس للناس. والفلوس من خلال جوليو، خلال بريطانيا والمركز المصري ومن المركز المصري للبعض. ما أنا برضو لغاية دلوقتي برضو أنت حاول تزبطها لي، لأني أنا حاسس إن المركز المصري ممكن يضحك علينا وما يديناش حاجة. أسف بس دي الهلا يعني. تمام. أنا مش ما عنديش سلطة في الموضوع ده. طيب والموضوع ده هيتأخر كتير؟ إيه؟ هيتأخر كتير؟ هيتأخر يعني؟ الوقت لغاية ما الموضوع. يعني لو في فكرة وعايزين نحصل على الفلوس إن شاء الله، فهتكون مشاريع كتير من كل العالم للحصول على الفلوس ده، فالموضوع مش يعني متأكد قوي، لازم نحاول. Comunque era un interlocutore, questo sindacalista, di Regeni, che lo riteneva un avversario, un oppositore del governo del presidente al-Sisi. Cosa fa Giulio Regeni a un certo punto, incontrando Mohamed Abdallah, gli offre una possibilità di prendere dei soldi. Lui dice che la sua fondazione, la sua impresa, di cui non dice quale sia, in Inghilterra, a Cambridge, gli ha dato 10.000 euro che si possono consegnare a qualcuno in Egitto che gli proponga un progetto. Allora Regeni pensa che Mohamed Abdallah sia un oppositore di al-Sisi, è un sindacalista. Che cosa potrebbe essere questo progetto se non un'attività contro il governo? Un tentativo di destabilizzare, un sabotaggio, un qualche cosa. جهاز الامن قال لك لا ده مجرد معلومات ودي ما تضرش الامن القومي في حاجه، وقفل الموضوع تماما. والدليل على ذلك ان جوليو روجيني خرج في 20 ديسمبر في سنه 15 الى خارج البلاد عشان يقضي الكريسماس في ايطاليا، وما جاش إلا يوم 4 يناير ورجع تاني. طيب جوليو روجيني بيخرج وبيرجع بتأشيرة سياحية. لو أنا كجهاز أمن مصر مكتشف إن هذا الرجل تصرفاته ضرب الأمن وتصرفاته ضرب البلاد، طب ما أنا أمنعه من دخول البلاد. يوم الاثنين 25 من يناير كانون الثاني عام 2016، كان كل شيء هادئا. الإيطالي ريجيني بحجرته بالطابق الثالث من العقار، مستكينا أمام حاسوبه
لا ينتوي الخروج إلى أن دق هاتفه الخلوي. على الجانب الآخر من الاتصال كان مواطنه جيناروا جيرفاسيو، البروفيسور الإيطالي المقيم بمصر منذ أمد، الخبير بطياتها. طلب منه النزول الآن للقاء شخص ثالث ينتظرهم جوار جامعة القاهرة. ورغم أن مكان اللقاء جوار ريجيني، إلا أن جيناروا طلب منه أن يمر عليه أولاً في مقهى زهرة ستراند بمنطقة باب اللوق في وسط القاهرة للذهاب جوار الجامعة. العارفون بالعاصمة المصرية يدركون أنه ووفقاً للمنطق كان على جيناروا بباب اللوق أن يمر على ريجيني في الدقي ويذهب بصحبته للمقصد عند جامعة القاهرة، أو أن يلتقي هناك مباشرة. لكن ولسبب غامض عمد الإيطاليان إلى الاختيار الأبعد والأغرب في الطريق. كان على اتصال زي ما كان على مع زميله اللي مسمينه عمدة الطلاينة في مصر، وإن هو إنما زي يقول له تعال خدني من باب اللوق وهو ساكن جنب مني على بعد أمطار، يعني على بعد نص كيلو، يقول له تعالى خدني من باب اللوق على بعد 5 كيلو ينفع؟ لا، في حاجة، ما أنا بقول لك في سبب جوهري. كان على الباحث الإيطالي أن يتجهز على عجل مغادرا حجرته. بدا أن قواعد لعبة ما قد تغيرت. سائرا على قدميه توجه جوليو ريجيني إلى محطة المترو. كان من الطبيعي أن يتوجه إلى محطة مترو البحوث جوار مسكنه، لكنه لم يفعل، وبغرابة شديدة توجه إلى محطة مترو الدقي. داخل المحطة كان آخر نشاط مسجل لهاتف ريجيني. إلى هنا انتهت القصة، أو ربما بدأت. لا شيء ثابت، بدا أنها قصة ستظل بنهاية مفتوحة. الثابت الوحيد أن كوبا الشاي الذي كان بانتظار ريجيني على المقهى سيظل في انتظاره إلى الأبد. تأخر الإيطالي كثيرا عن العودة إلى مسكنه. طلع النهار، ارتاب الجميع، شركاؤه في السكن، أصدقاؤه، معارفه. لم يعد هناك سؤال سوى أين ذهب ريجيني؟ تقدم قنصل بلاده ببلاغ يفيد باختفاء مواطن إيطالي من شوارع القاهرة. وفي اليوم الرابع من اختفائه يصل والداه إلى القاهرة بحثاً عن مصير ابن غائب. والده ووالدته بعد ما هم علموا بالخبر جوا الشقة يلموا الحاجات بتاعته، المستلزمات بتاعته، وخدوهم معاهم، وبعد كده تتمادوا بقى مع النيابة ومع الحكومة وتعاملوا عادي طبيعي خالص يعني. بس هم جم خدوا الحاجات بتاعته اللي كانت في السكن بتاع البيت، يعني شنطه، هدومه، حاجاته، الحاجات دي. بمجرد التوجه أول حاجة بنشوف مقتنياته، فوجئت النيابة أن مقتنياته أخذت، ووالدته أهله خدوها وغدروا بيها البلاد. المقتنيات دي عبارة عن ملابسه أو متعلقاته الشخصية، وأهم ما فيها كان الحاسب الآلي وبطاقة الائتمان الخاصة به. وطبعا ده كان مفروض أنه غير مسموح به،
لأن دي حاجات كانت هتؤدي إلى دلائل وأدلة خطيرة جدا قد تفيد تحقيقات النيابة العامة. ده أدى إلى أن في دليل مهم جدا افتقد من وسط أوراق الدعوة أو وسط أوراق البلاغ المقدم منه. في 3 فبراير شباط عام 2016، وأثناء توجه وفد اقتصادي إيطالي رفيع المستوى إلى القاهرة، يظهر ريجيني عقب 9 أيام من الغياب، لكن وهو جثة عليها آثار تعذيب أعلى نفق حازم حسن على الطريق الصحراوي الواصل بين القاهرة والإسكندرية، لتبدأ الأجهزة المعنية تحقيقاتها حول الجريمة. الكل كان يتساءل، من الذي فعل؟ ما هدفه من إظهار الجثة مع زيارة الوفد الإيطالي للقاهرة؟ ولماذا ألقاها على مسافة 2 كيلومتر فقط من مبان أمنية حساسة تابعة للداخلية المصرية؟ Ci sono molte anomalie nelle procedure o in quello che verosimilmente dovrebbero essere state la sequenza degli eventi dopo la morte di Giulio Regeni, il suo ritrovamento, e si fa fatica a pensare che siano delle coincidenze. Si fa molta fatica a pensare che siano, anche sono, perché sono più di una, e quindi questo farebbe pensare a tutt'altro rispetto al rapimento di un ragazzo e alla sua tortura soltanto perché stava facendo un lavoro per l'Università di Cambridge. Ci sono dei retroscena che tali sono rimasti e che invece appunto sarebbe stato opportuno investigare con maggiore cura e che invece non è stato fatto. Ecco, io capisco che ci può essere un ruolo dei servizi segreti e che quindi quando si parla di attività coperte si parla di un controsenso rispetto all'investigazione. Se un cittadino di un paese viene fatto trovare all'aperto facilmente e poi davanti a un ufficio della sicurezza di quel paese torturato in maniera brutale eccetera, nel momento in cui esponenti di quel paese ospite e amico si incontrano con la presidenza dell'Egitto, vuol dire che si cerca di buttare veramente una mina tra le gambe di quelli che stanno discutendo la collaborazione, la cooperazione tra i due paesi. È chiaro che in quel momento, quando viene fuori la notizia, durante il vertice, l'incontro, che Giulio Regeni è stato ritrovato proprio allora, in quel modo lì, il colloquio, l'incontro si interrompe. E la delegazione italiana, di fronte alla notizia che un giovane italiano è stato ritrovato proprio in quel momento torturato eccetera, deve prendere le note, deve valutare il fatto e deve quindi interrompere, e lì incomincia la crisi nei rapporti tra Italia e Egitto. هل الامن المصري بهذه السذاجه؟ هل الامن المصري اللي بيشتغل فيه هو ان انا ابقى على بعد كيلو مني اروح رامي الجثه وعلى طريق للي رايح واللي جاي بحيث ان هو يكتشف الجثه؟ ريجيني لم يعد حيا، واستقبلت القاهره من اجله فريقا من نيابه الجمهوريه بروما وفريقا اخر من الدرك الايطالي. تشارك البلدان مجريات التحقيق والنتائج لمعرفه ماذا كان يفعل، أين كان يتحرك؟ ما هي شبكة علاقاته؟ وكيف تبخر هكذا؟ ثم ظهر شيء من عدم الانسجام بين أجهزة تحقيق البلدين لاختلاف عمل النظامين القضائيين هنا وهناك. الفارق الجوهري بين النيابة العامة في مصر والنيابة الجمهورية في روما
أن النيابة العامة في مصر بتباشر التحقيقات بواسطة أعضائها، بداية من المعاينة للتحقيق لسؤال الشهود لطلب طلبات من الشرطة للبحث الجنائي أو خلافه. أما النيابة الجمهورية بروما فبتختلف عننا في الحتة دي، لأن هي ما لا تباشر التحقيقات بنفسها، وإنما هي بتقوم بندب الشرطة لإجراء تحقيقاتها وفي الآخر عرضها عليها. فكان يعني الخلاف الجوهري ده طبعا النتيجة فيه كانت واضحة تماما. مع استمرار التحقيقات واستدعاء عشرات الشهود، سيظهر للجانبين كيف كانت تحركات الشاب الإيطالي في القاهرة مريبة، أو على الأقل داعية لتساؤلات كثيرة. لذا دارت بوصلة الشكوك في كل الاتجاهات. تحقيقات النيابة عندنا في مصر كانت يمكن أكثر دقة، لدرجة أنهم يعني إن تم سؤال ما يزيد عن 120 شاهد حول الوقائع التي نسبت أو التي ذكرت بين أوراق القضية. ده طبعا كان وصل بينا النتيجة مهمة جدا لدقة هذه التحقيقات. على سبيل المثال للحصر، احنا تقدمنا بالنيابة العامة المصرية، تقدمت للجانب الإيطالي ب 28 طلب تحقيقه، زي ما قلت كان من ضمنها الحصول على الحاسب الآلي أو اللابتوب الخاص بريجيني زي الكريدت كارد. كان الجانب الإيطالي عادة بيرفض. من ال 28 دول الجانب الإيطالي تقريبا رفض حوالي 11 طلب أو ما يزيد عن ذلك، 12 طلب. كان النيابة الجمهورية بروما تقدمت إلى النيابة المصرية بالنيابة العامة المصرية ب 60 طلب، تم الاستجابة ل 44 طلب فيهم، وال 16 طلب دول منهم أربعة رفضوا لأسباب فنية. La procura di Roma non è un luogo molto apprezzato. Chi segue l'informazione italiana vede che in questi giorni il libro più venduto in Italia è un libro scritto da Alessandro Sallusti, che ha intervistato un ex magistrato, Palamara. È un libro che si chiama Il Sistema. Racconta tutte le insufficienze della magistratura italiana. E anche la Procura di Roma è un luogo per il quale noi chiediamo un'indagine parlamentare, perché la magistratura italiana purtroppo ha molte cose da chiarire. Non ci sono solo i misteri del Cairo e i misteri di Cambridge, ci sono anche i misteri della Procura di Roma su cui si dovrebbe fare luce. خرجت أصوات إيطالية تتهم الأمن المصري بقتل ريجيني، وعلت أصوات إيطالية أخرى تشير إلى أن جوليو ليس فوق الشبهات، بل لعله كان واجهة لعمل استخباراتي في القاهرة. آخرون سيراهنون أن الحادث جنائي بحت، لكنه صادف شابا أجنبيا تتجاذبه مصالح دول وأجهزة مخابرات. إيطاليا فيها كذا حزب سياسي وكذا طيار سياسي، في بينهم وبين بعض هم منافسة أصلا، فلما بيبقى في قضية مثل القضية اللي كنا بنتحدث عليها دي ممكن يستغلها طرف عشان يحرك الطرف الآخر وعشان يحرك الحكومة كمان، لازم نعترف. إنما زي ما قلت إنه وأنا عشت في إيطاليا يعني حوالي 5 سنوات، إنه نسبة كبيرة ولا زالت من المجتمع الإيطالي تتفهم الموقف المصري، وبل إن البعض يعني ابتدى يبقى عنده قناعة إن احتمال كبير إن يبقى في طرف ثالث مستفيد من وقعة زي دي عشان يحدث أو محاولة إحداث فجوة بين الجانبين المصري والإيطالي. بين القاهرة وروما تلبدت الأجواء مع تعمد بعض الصحف الأجنبية نشر تحليلات روجت على أنها معلومات. وفي ظل الشحن الإعلامي وغير الإعلامي انفلتت أعصاب البعض ولم تهدأ، واتسعت الهوة بين الجميع. Dico da uomo
che è giornalista, che è stato ministro delle comunicazioni, ho fatto anche una legge che in Italia regola le attività dei mezzi di comunicazione, che è ancora in vigore. I mezzi di comunicazione sono strani, è colpa dei mezzi di comunicazione e anche delle autorità investigative se i casi che lei dice e molti altri non vengono analizzati, delle televisioni, dei media. Io vedo molte trasmissioni sul caso Regeni ed è giusto che ci siano, forse anche colpa di noi politici che dovremmo assumere iniziative parlamentari più forti in tanti casi che sono uguali. Sono uguali perché c'è sempre una vita soppressa, un contesto internazionale. Il diverso trattamento dei casi è frutto dell'ipocrisia dei mezzi di comunicazione e anche dell'insufficienza dell'azione di noi politici che dovremmo esercitare una maggiore pressione per la ricerca della verità. وقع زي ما بقول بقدر ما هي اصابت الشعب الايطالي بالالم هي اصابتنا كمصريين بالالم. يعني ما اقدرش انكر هذا ابدا. ولكن في نفس الوقت انا اثق انه العلاقات اللي هي مبنيه على مدار سنين طويله واللي هي توطدت ايضا في الفتره الاخيره من 2013 واحنا يعني دلوقتي في 2021 رغم هذه الواقعة اللي حدثت في 2016 وتقف على أرضية صلبة ويستطيع الجانبين بالحكمة وبالحرص على علاقة تجاوزها وإذن الله هتجاوزها. Le relazioni da parte dell'Italia con l'Egitto ci sono perché noi abbiamo fiducia che l'Egitto sia un paese che rispetta i diritti umani e che l'Egitto stia lavorando per risolvere e per identificare chi è stato l'autore della morte di Giulio Regeni. وسيتناسى الكثيرون وسط الصخب طرح الاستفهام الاستقصائي الأهم. إن كانت الشرطة المصرية هي من قتلت ريجيني، فما غرضها؟ ولماذا ستلقي بجثته هكذا جوار مبانيها؟ وفي يوم حضور الوفد الاقتصادي الإيطالي. Chi ha mandato Regeni a fare questa ricerca era perfettamente consapevole dei pericoli che affrontava e questo è un punto sicuramente che rimane una ferita scoperta sulla quale non c'è stata la sufficiente considerazione sia da parte dei media sia da parte delle istituzioni a volte trascinate dai media. Poi ho letto da qualche parte, ecco, non posso citare la fonte perché non la ricordo, semplicemente non la ricordo, ma che questa operazione possano essere state finanziate da una fondazione che ha un collegamento funzionale e forse anche operativo con i fratelli musulmani. Allora questa è un'altra cosa da verificare, perché se così fosse c'è anche da giustificare, più di quanto non si faccia ora, la reazione di Al-Sisi. E certo, questo ancora una volta non giustifica l'uccisione, la tortura del ragazzo, però sicuramente la figura di Regeni e le sue reazioni troverebbero una giustificazione. ربما لولا هاتف المساء لما دار كل ما دار. سيطرح الإيطاليون وسط سيولة من تبادل الاتهامات شهادات لأشخاص مجهلين يقولون فيها إن ريجيني شوهد ليلة اختفائه مرتين، الأولى وفقا لأحد الشهود المجهلين في قسم الدقي، والثانية في مبنى الأمن الوطني بلا ظغلي مقيدا يعاني آثار تعذيب. سيتساءل المصريون عن أسماء هؤلاء الشهود المجهلين، لكنهم لن يتلقوا من الإيطاليين أي رد. افتراضيات غير حقيقية. طب مين اللي شاف؟ طب ما يجيني ويقول لي انا شفته في اسم الدقي الساعه كذا يوم كذا، وشاف وشفته في اسم الدقي، انا كنت رايح اسم الدقي ليه وشفته عند مين؟ هي دي كده بقى، هو ده اللي يجي يقوله ويبقى ده شاهد يعتد بشهادته.
إنما شاهد، يقال إن هو شوهد. مين اللي شاف؟ مجهول؟ مجهول شاف هذا الكلام؟ بناه على إيه؟ من الأشياء الغريبة جدا برضو إن الاستنتاجات غير المنطقية والطلبات اللي بتطلب من الجانب من النيابة العامة المصرية للتحقيق فيها بصفة دقيقة جدا أو بشكل دقيق جدا ما ذكره الجانب الإيطالي من وجود شاهد كيني سمع شخص بيتحدث مع شخص آخر أحدهم ضابط أمن مصري بيحكي له الواقعة اللي تمت مع ريجيني وحكى له تفاصيلها. هل سمع ضابط أمن مصري بيتكلم وبيقول إحنا قتلناه؟ معقولة ضابط أمن مصر كينيا؟ إيه ده؟ فبادرت النيابة العامة المصرية بأنها تطلب سؤال الشاهد الكيني والوصول إلى الحقيقة منه، وطلبت ده من الجانب الإيطالي وطلبت ذكر اسمه، خاطبت الحكومة الإيطالية يعني خاطبت النيابة الجمهورية بروما وخاطبت الجانب الكيني، إلا أنهم رفضوا ذكر هذا الشخص مدعين أن الحكومة أو الشخص رفض أن يدلى باسمه إلى النيابة العامة المصرية. طيب يبقى أنا النهاردة استنتجت استنتاج غير منطقي بطريقة غير منطقية، لأن دايما القانون منطقي. لما تيجي جامعة كامبريدج ويبعت نقوله اسألونا الناس دول إيه الحدوتة أو بعتينه ليه أو في ما يتسألش، أو يقول لك لا إحنا ما نقدرش المعلومات اللي متوفرة لدينا واخدينها من دول بنحافظوا على سرية. طب انت بتحافظ على سرية هذه الدول وسرية المعلومات، يبقى ما تطالبنيش بيها، انت تطالبني بالاشياء اللي هي حقيقية فاكت معروفة ليا ولك ونتناقش فيه. عقبها وبعيدا عن الشهادات المرسلة سيتوجه المصريون بسؤال للجميع عن سر الخطاب المثير الذي أرسله الانتربول إلى القاهرة بالأول من فبراير شباط وقبل العثور على جثة ريجيني. بدأ وكأن الإيطالي معتاد على الاختفاء في ظروف غامضة. النيابة العامة الإيطالية أغفلت واقعة غريبة جدا، هو أن الانتربول الإيطالي قام في 1/2/2016 1 فبراير 2016 بإرسال خطاب إلى الانتربول المصري ذكر فيه إن هو الباحث ريجيني مختفي خلال شهر أكتوبر 2015 في تركيا. كانت واقعة غريبة جدا لسبب، لأن أولا أنا انتربول مصري مالي ومال اختفائه في تركيا، ثانيا ريجيني خرج من القاهرة في 20 ديسمبر 2015 وعاد إليها في 4 يناير 2016. فمعنى كده أنه دخل إلى إيطاليا وخرج من إيطاليا والسلطات الإيطالية ما كانتش تعلم. فلما يبعت لي النهاردة علشان يسألني عن مواطن إيطالي، ده أنت مفروض أن شهادة تحركاته كلها قدامك وإنت تعلمها علما يقينيا وتعلم أنه هو دخل وخرج من عندك في التوقيت ده بالوقت ده، لأن أنا أثبتت عندي إن هو دخل في 4 يناير 2016. سنوات مرت منذ غادر ريجيني هذا العقار بلا رجعة. تواترت الحكاية ولا حقيقة، امتد التوتر ولا مستفيد، تعددت الشهادات ولا متهما مجزوما باقترافه الجرم، بينما تضرر الأحياء بين الطرفين من الجمود الذي هيمن على علاقة دولتين متفاهمتين في وقت شديد الحساسية. ورغم أن روما شهدت جرائم مشابهة بحق مصريين، إلا أن الحكومة المصرية تعاملت بانضباط يدرك المصالح الكبرى المتشابكة بين البلدين دون تفريط في الحق القانوني لمواطنيها، وهو ما لم يتحل به الجانب الإيطالي في قضية ريجيني، الأمر الذي كبد الجميع خسائر لا تحصى بسبب ضغط دوائر مصالح وجماعات إرهاب وأجهزة استخبارات، ما عطل القاهرة وروما عن تعاون ربما هو الأهم على ضفتي المتوسط.
بعض بيحاول، قلت لك حتى من خارج إيطاليا ومن خارج مصر، إن هو يستغل واقعة زي دي عشان يعني يوجد توتر بين مصر وإيطاليا. إنما أنا بأكد لك إنه على مستوى كثير من السياسيين الإيطاليين وعلى مستوى كثير من المثقفين الإيطاليين، بل حتى في الإعلام الإيطالي، يدركوا هذا الموضوع وبيدركوا إنه لا يجب السماح بأن مع بشاعة هذه الواقعة إنها الجنائية إنها تؤثر على العلاقة اللي بنت على مر السنين بين مصر وإيطاليا. يعني ما بقولش إن إحنا ناخد هذا الموضوع يعني باستهانة، ولكن في نفس الوقت الجانبين يجب أن يحرصوا على أسس العلاقة نفسها. وأكد لك إن في شركات كثيرة ما زالت مقبلة على الاستثمار في مصر. الاستثمارات والتعاون اللي بتديه شركة إيني في مجال الطاقة واسع. إيني ha una posizione di evidente privilegio perché se lo sono conquistato con una politica diciamo corretta, ed è evidente, altrettanto evidente, che questa condizione di privilegio dell'ENI possa anche comportare qualche colpo basso, portato non si sa come o non si sa diciamo verso chi. Non sto dicendo che questa sia la causa dell'uccisione Segeni, però quando ci sono diciamo interessi così forti c'è da aspettarsi di tutto, anche da paesi amici, anche da paesi alleati. Quella crisi che forse, di cui probabilmente pensano di poter approfittare i competitori dell'Italia nel Mediterraneo e nei rapporti con l'Egitto e nel petrolio del Mediterraneo, e sono tanti. Noi ci ricordiamo molto spesso in Italia di quello che è successo a Enrico Mattei. Enrico Mattei era il presidente dell'ENI, una grande compagnia petrolifera nata dal nulla, costruita da lui, un uomo molto importante, un partigiano antifascista, eccetera, il quale aveva deciso che l'Italia deve pensare ai suoi interessi e non essere la serva dei grandi conglomerati petroliferi stranieri, la BP, la Shell, la Exxon, la Total, eccetera. E ha fatto la sua politica, una politica di amicizie e di rapporti positivi con il mondo del petrolio, il mondo arabo in essenziale. L'Egitto, come altri paesi a noi vicini, hanno un ruolo centrale nel determinare la nostra sicurezza, e la Libia è il caso più evidente e più attuale, ma si potrebbe parlare a lungo di come un Egitto diciamo a noi vicino che abbia una politica coerente con gli interessi italiani è fuori discussione, insomma. Purtroppo, non tutti riescono a comprendere la linea di demarcazione che ci deve essere fra episodi singoli, per quanto tragici, e la politica estera di un paese. La politica estera di un paese è esattamente la sintesi degli interessi nazionali. Non può essere ostaggio di un caso singolo, per quanto doloroso possa essere. Le due cose devono viaggiare su due canali paralleli. Io credo che sia importante avere dei rapporti diplomatici normali con l'Egitto, mantenere rapporti nel campo della sicurezza, nel campo dell'energia, nel campo economico. Credo che sia importante anche collaborare con l'Egitto e con gli altri paesi che hanno una certa forza da questo punto di vista, anche nel formare altri paesi che invece sono più deboli nella lotta al terrorismo, quindi spero che anche in questo le relazioni si rafforzino. Quindi diciamo l'industria, il rapporto commerciale nell'industria della difesa tra Italia ed Egitto è stato un elemento importante. Quando si fanno queste cose non si fa solo un rapporto commerciale, ma ci sono anche degli accordi, c'è della formazione comune, si elaborano strategie comuni di difesa e dal punto di vista anche della sicurezza internazionale, quindi significa che sono due paesi che collaborano e che hanno una grande fiducia l'uno nell'altro. حتماً
لا أحد يختلف على بشاعة الجريمة، كذلك قد لا يختلف أحد على أنها واحدة من أكثر الجرائم المكتملة، إما بالاحتراف أو بمحض الصدفة، بحيث اختفى أثر مرتكبها لتسكن جوار جرائم أخرى ظل الفعل فيها مبنياً للمجهول.